لكم هذه البلديه. بالطبع كما صرحت قبل في المناظر الاخرى انا جيت فخور بالنهايه ديال الدوري هذا، جيت فخور بالعمل اللي قمنا به، جيت فخور بالنجاح الكبير اللي حقق الدوري رغم الاكراهات ورغم العراقيل اللي واجهتنا في الطريق. صراحه ما كنتش كنتصور، كنا مخططين منذ اليوم الاول باش يكون حفل وعرس كروي كبير. الحمد لله راه كلشي شاف بعينه، وكلشي شاف، والصحافه شافت، والجمهور كلشي شاف الحمد لله شنو تم في الاخير. نعم، إذن الحفل بالنسبه للجوائز اللي يعني كما هذا يعني كان دور كما ديال الامناء، يعني كما هما اللي يعني بالاضافه للتنظيم ديالكم يعني على الصهر على السير ديال التنظيم وديك الشيء، يعني كيفاش هاد الاستعدادات اللي درتوها بالاخص انجاح هاد النهائي هذا؟ هي كلمه ديال الشراكه الحمد لله تجسدت بكل وضوح في هاد الدوري هذا. فالامناء مشكورين، امناء الشرفاء مشكورين على الدعم المالي ديالهم وعلى الدعم المعنوي وعلى المجهودات اللي داروا، خصوصا في الخطوات ولا في الامطار الاخيره ديال الدوري هذا. يعني التنظيم الجيد ديال نادي لاراسيتي بجميع الكفاءات ديالو، الحمد لله هادشي كامل نصاهر في قوه وحده، وعطانا الحمد لله هذا النجاح هذا اللي كيعترف به الجميع. الحمد لله كلشي كيعترف بنجاحه، قبل النهايه كانوا كيعترفوا بالنجاح ديالو، الحمد لله على كل حال. نعم، وبالنسبه للرساله يعني كتوجهها يعني في المستقبل يعني هذا الدوري هذا مثلا؟ انا الرساله اللي غادي نوجهها بطبيعه الحال نوجهها لجميع المتدخلين في هذا الميدان، نتوجه الرساله للامناء باش يستمروا في هذه المبادره المبادره الرائعه. نوجه النداء لراسيتي، بقيت فيها ولا ما بقيتش فيها، باش تبقى على الخط وتبقى دائما في هذا المستوى العالي ديال التنظيم. رساله موجهه للمسؤولين باش يحاولوا ما امكن يوفروا لنا البنيه التحتيه، الملاعب القرب، باش تقدروا نمارسوا ويقدروا هاد الامناء يجسدوا داك المجهودات ديالهم هنايا على مستوى المدينه. نعم، وبالنسبه للاعبين يعني تم الاختيار ديالهم، يعني واش غتكون في المتابعه ديالهم في المستقبل؟ هذاك هو الهدف اللي كان. بطبيعه الحال حنايا بالنسبه للجمعيات ولا النوادي اللي عندها استمراريه راه غادي تكمل مع اللاعبين ديالها اللي كانوا جداد، يحاولوا ما امكن يحافظوا على داك ليفيكتيف اللي عندهم. وبالنسبه للامناء بطبيعه الحال من بين الاهداف اللي كانت وهو احياء هادشي ديال فرق الاحياء وفرق القرى، هما راه غادي يستمروا، والهدف منه كامل والعمل اللي تعمل في الاخر هو اختيار واحد المنتخب وسط هاد 24 جمعيه اللي شاركت. هاد المنتخب هذا يتم التتبع ديالو من خلال اللجنه التقنيه، من خلال بزاف ديال التواصلات اللي تواصلنا مع اطر وكوادر كبيره في المغرب باش يديروا مباريات كبيره، ونشوفوا ديك الساعات على حسب رئيس اللجنه رشيد الوت عنده واحد المخطط في راسه، ان شاء الله الرحمن الرحيم غادي يجسدوا على ارض الواقع.